بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. إن شاء الله نريد أن نبدأ بالدرس التاسع حول الواجب الممكن والممتنع صفحة 197 عندنا في علم المنطق والفلسفة مصطلح يسمونه مادة القياس، وفي بعض الأحيان عندنا أيضا مصطلح آخر مادة القضية. مادة القياس يعني المضمون المحتوى المضمون لأجل قيام باستدلال، وعندنا صورة القياس. مثلا عندنا في القياس الاقتراني أربعة أشكال، الشكل الأول الشكل الثاني. مثلا نقول سقراط إنسان وكل إنسان فان، فسقراط فان. هناك جانب سوري صورة الاستدلال، يعني مثلا الصغرى الكبرى موجبة سالبة صغرى كلية جزئية حد الوسط موضوع ومحمول حد الأوسط حد الأكبر، هذه أشياء بالنسبة إلى مادة القياس، عفوا صورة القياس. ومادة القياس يعني المضمون صغرات والإنسان، صغرات وفناء، إنسان وفناء. في بعض الأحيان لأجل أن لا نتأثر بمادة نتكلم بشكل رمزي، نقول ألف با وكل با جيم فألف جيم، هذه فقط مجرد الصورة ليس فيها مادة. مادة يعني تجعل بعض المفاهيم في هذه الصورة. على تال هذا المصطلح في بحث القياس. عندنا مصطلح آخر مادة القضية. ماذا يقصدون بمادة القضية؟ يختلف تماما عن ذاك الاصطلاح. يقولون كل موضوع ومحمول بينهما علاقة من الوجود أو الامتناع أو الإمكان، لا يمكن أن يكون شيء آخر. مثلا إذا تقول زيد عالم، العلم إما واجب وضروري لزيد وإما ممكن وإما ممتنع. ممتنع يعني مستحيل. طبعا في هذه القضية ليس واجبا وليس مستحيلا، ممكن، ولكن لا يخرج من هذه الثلاثة، إما واجب أو ممكن أو ممتنع. ولكن هنا ما نقول الله سبحانه وتعالى عالم، فعلم هنا ضروري. فإذا نريد أن ندخل في مرحلة أعمق في الفهم لا نكتفي بأن نقول زيد عالم والله سبحانه وتعالى عالم، بل نأتي بشيء إضافي يوضح العلاقة بين العلم وهو المحمول مع زيد ومع الله وهو الموضوع. مثلا نقول زيد عالم بالإمكان، الله سبحانه وتعالى عالم بالضرورة. الشيء الذي
يدل على هذه العلاقة قد يسمى بجهة القضية. على اتحاد في المنطق يدرسون الوجوب والإمكان والامتناع لكل موضوع ومحمول. نحن في الفلسفة اهتمامنا الأول والرئيسي بمسألة الوجود، فنركز على قضية موضوعها ماهية من الماهيات أو واجب الوجود يعني الله سبحانه وتعالى، ومحمولها موجود. مثلا هنا مقال الإنسان موجود أو زيدون موجود كإنسان، الفرس موجود، البقر موجود، الشجر موجود، الحجر موجود، أو الله سبحانه وتعالى موجود. هذه القضايا ماذا نسمي؟ هذه القضايا قضايا محمولها وجود، نسميها بالحليات البسيطة. الحلية البسيطة يعني قضية تخبر عن وجود شيء، عن ثبوت شيء. الحلية المركبة تخبر عن ثبوت شيء لشيء. إذا أقول الإنسان عالمون، هذه حلية مركبة. إذا أقول الإنسان موجود، هذه حلية بسيطة، لأنه يخبر عن ثبوت شيء فقط وليس ثبوت شيء لشيء. نعم؟ على اتحاد، إذا لدينا قضية موضوعها شيء من المفاهيم مثل ماهية، مثل واجب الوجود، ومحمول هذه القضية وجود، إما يكون الوجود مستحيلا، إما يكون ضروريا، وإما ليس ضروريا ولا مستحيلا ونسميه بالإمكان. فالضرورة والوجود يعني ضرورة ثبوت هذا المحمول لهذا الموضوع. الامتناع استحالة، مثلا شريك الباري موجود، أقول بالامتناع يعني مستحيل وجود شريك الباري، مستحيل. الله موجود بالضرورة، الإنسان موجود بالإمكان، يعني ليس ضروريا وليس مستحيلا. كان هناك زمان الإنسان ما كان موجودا، بس ربما يكون الزمان ليس هناك إنسان، لأن وجود الإنسان ليس ضروريا وليس مستحيلا. فهذا الواجب والإمكان والامتناع. طبعا هذا الإمكان يسمونه بالإمكان الخاص، الإمكان الخاص يعني عدم الوجوب وعدم الضرورة. بعبارة أخرى تساوي الطرفين، ليس عهد الوجود والعدم ضروريا. هناك مصطلح آخر يسمونه بالإمكان العام. في العرف الناس عادة حينما يقولون شيء ممكن ماذا يقصدون؟ يعني ليس مستحيل. مثلا أقول هل وجود الخالق ممكن؟ يقولون نعم ممكن. لا يقصدون ليس واجب، المقصود ليس مستحيل. يقول هل هذا ممكن أو غير ممكن؟ غير ممكن يعني مستحيل، ممكن يعني غير مستحيل. فالإمكان العام يعني عدم الاستحالة، سواء كان واجبا أو ممكنا بالإمكان الأخص، إمكان الخاص يعني متساوي الطرفين. يعني إن شاء الله حينما ندخل في براهين الوجود، من أشهر البراهين لإثبات وجود الخالق وبرهان الوجوب والإمكان الذي ابن سينا كان يتصور هو برهان الصديقين، ولكن ملا صدرا قال هذا ليس برهان صديقين، ولكن برهان الوجوب والإمكان من البراهين المهمة
وهذا البرهان يعتمد على مفهوم الوجوب والإمكان بالنسبة إلى الوجود. مصطلح آخر يجب أن نعرف، الوجوب والإمكان والامتناع قد تكون بالذات وقد تكون بالغير وقد تكون بالقياس إلى الغير. هذا مصطلح مفيد جدا ويجب أن نتعلم. الله سبحانه وتعالى موجود، وهذا الوجود واجب له، وسبب هذا الوجوب ذاته، يعني واجب بالذات. نحن ربما موجودون، ولكن وجودنا ليس واجبا لنا بسبب ذاتنا. نحن بالذات ممكن، ولكن لا يمكن شيء أن يأتي إلى ساحة الوجود إلا بعدما يجب، ولكن الوجوب بالغير. نحن واجب بالغير. الشيء، مرة قلت لكم هناك قاعدة مهمة اذكروها، تذكروها. قلنا الماهية تقررت فأمكنت فاحتاجت فأوجبت فوجبت فأوجدت فوجدت. تتذكرون؟ كان لدينا هذه القاعدة، إن شاء الله في المستقبل إذا نكرر. هذه قاعدة مهمة، وإذا شخص يفهم هذه القاعدة يعني فهم كثيرا من الفلسفة. نحن لا نأتي إلى عالم الوجود إلا بعد أن يصبح الوجود ضروريا لنا، لأننا في أنفسنا متساوٍ بالنسبة للوجود والعدم. إما يجب أن يجب الوجود أو يجب العدم، ولكن هذا الوجود أو العدم من الغير. يعني إذا تكون العلة التامة موجودة، وجودي واجب، ولكن واجب بالغير. أنا لا أستطيع أن أقول لا أريد أن أوجد. إذا العلة التامة موجودة أنا آتي إلى الوجود، وإذا العلة التامة ليست موجودة تماما أو جزءا، يعني حتى إذا جزء من العلة التامة ليس موجود، فلا يمكن أن يأتي هذا إلى الوجود بالغير. يعني إمكان ذاتي موجود، ولكن من ناحية الغير يصبح ممتنع. فإذا أقول لكم اضربوا مثالا للواجب بالذات، ماذا تقولون؟ الله سبحانه وتعالى. للممتنع بالذات شركة، الممكن بالذات الإنسان. بس الآن هذه ثلاثة معلومة، الواجب بالغير، كل ماهية موجودة واجبة بالغير، الممتنع بالغير، كل ماهية غير موجودة. الآن لا يوجد هنا فيل، هذا الفيل ممتنع بالذات؟ لا، ممكن بالذات، ولكن الآن ممتنع بالغير لأن إلا للوجود لا يوجد. إن شاء الله في المستقبل نحن ندرس عدم العلة علة للعدم. إذا لا توجد علة الوجود فعدم علة الوجود علة لعدم الوجود. نعم. لماذا هذا الفيل غير موجود؟ لا يمكن أن ترجع إلى ذاته، لأن ذاته يتساوى نسبتها مع الوجود والعدم.
يجب أن تقول موجود بسبب العلة أو معدوم بسبب العلة. ولكن موجود بسبب علة الوجود أو معدوم بسبب علة العدم. ما هي علة العدم؟ عدم علة الوجود، لأنه ليس شيء يعطي العدم. العدم لا يحتاج إلى الإعطاء. عدم إعطاء الوجود علة للعدم، صحيح؟ عدم إعطاء الوجود علة للعدم، مثل النور والظلمة. النور يحتاج إلى منير، ولكن الظلمة ماذا؟ يحتاج إلى عدم منير، لا يحتاج إلى من يعطي ظلمة. الظلمة لا تعطى، عدم إعطاء النور يجعله مظلما. نعم، فالواجب بالغير مثال الماهية الموجودة مثلنا الآن، نحن الممتنع بالغير، كل ما يلغي مثل نحن هنا ما كنا موجودين، هناك كثير من الأشياء لا يوجد الآن. الممكن بالغير، لا كيف ممكن بالغير؟ كيف نحن؟ نحن ممكن بالذات وواجب بالغير. ممكن بالذات واجب بالغير، بس ممكن بالغير من يستطيع؟ أنا أعطي $1,000 لمن يضرب مثالا لممكن بالغير. كاش. ماذا؟ أي شيء تريد. ماذا؟ لا، ممكن بالذات. ممكن بالغير. نعم. ماذا؟ ممكن بالغير. عفواً، واجب بالغير، ممكن بالذات. لا يوجد أصلاً هذا. لا يوجد هذا المعنى. الممكن بالغير مستحيل، لا يوجد، لأن هذا دليل عدم إمكان. الممكن بالذات هل يمكن أن يصبح ممكن بالغير؟ لا، لأنه ممكن بالذات. الواجب بالذات يمكن أن يكون ممكن بالغير؟ لا. الممتنع بالذات يمكن أن يكون ممكن بالغير؟ لا. يعني لا يوجد شيء يمكن أن يكون ممكن بالغير، لأنه في نفسه ماذا كان؟ إذا كان في نفسه ممكن فهذا تحصيل الحاصل، إذا كان في نفسه واجب كيف يمكن تغيير الواجب؟ إذا كان في نفسه مستحيل ذاتا كيف يمكن تغيير المستحيل؟ فعندنا الوجوب بالذات والإمكان بالذات والامتناع بالذات، ولكن عندما نأتي إلى الغير فقط الوجوب بالغير والامتناع بالغير، وهذان في الواقع شقان للممكن بالذات، لأن ممكن بالذات يصبح واجب بالغير أو ممتنع بالغير، صحيح؟ ففي البداية عندنا ثلاثية، واجب بالذات، ممكن بالذات، واجب بالغير. الممكن بالذات إما يجب بالغير أو يمتنع بالغير. لا يوجد ممكن بالذات ولا يوجد واجب بالذات يمكن أن يكون شيء آخر بالغير، أو ممتنع بالذات يكون شيء آخر بالغير، لا يمكن. هذان المصطلحان الذاتي أو الغيري إن شاء الله معلوم. عندنا مصطلح آخر
بالقياس إلى الغير، ولكن لا يوجد في الكتاب. وأنا أخاف إذا أنا أذكر ربما يعقد المسألة. هناك أيضا مصطلح آخر بالقياس إلى الغير، الواجب القياس بالغير، الممكن والامتناع. الآن المسألة المهمة، لحد الآن نحن فقط ذكرنا مصطلحات شيء من الفلسفة كان هناك. المهم أحكام الواجب بالذات وأحكام الممكن بالذات، يعني الشيء الذي يكون واجبا بالذات ونحن نعتقد هو فقط الله سبحانه وتعالى، نبرهن في المستقبل بأنه لا يوجد واجب بالذات إلا الله سبحانه وتعالى، صحيح؟ ما هي أحكام الواجب بالذات؟ أولا الواجب بالذات لا ماهية له، في الصفحة 100، نحن الآن في وسط صفحة 100، ما؟ ووسط صفحة 100 ليست 50. وسط صفحة 100 يعني 100 والنصف. فالله سبحانه وتعالى ليس له ماهية. لماذا؟ لأن الماهية بالمعنى بالمعنى الشائع تختص بالممكنات، لأن الماهية حد الوجود، الماهية تدل على حدود الوجود. هنا الوجود أين ينتهي؟ إذا تتذكرون لما كنا نتكلم حول الوجود والماهية، أصالة الوجود أصالة الماهية، قلنا الماهية مثل ماذا؟ مثل عندكم ورقة بشكل المثلث، الورقة من قرطاس، هذه حقيقة، ولكن مثلث يعني حينما تنتهي الورقة، هذا الشكل يدل على حدود الورقة. حدود أي شيء في الواقع كأنه خارج، يعني متى هو ينتهي. الإنسان لماذا له ماهية؟ لأن الإنسان ليس كل شيء، إنسان شيء خاص. إنسان ليس فرس، ليس بقر، ليس كتاب، ليس شجر، ليس حجر، ليس ملك، نقول هذا إنسان، لأنه شيء خاص. ولكن إذا هو هناك شيء لا حد له، كيف تستطيع أن تحدده بماهية؟ الله سبحانه وتعالى لا حد له، فلا ماهية له. هذا إذا نقصد بالماهية المعنى الشائع. في بعض الأحيان ماهية تستخدم بمعنى أعم وأوسع، وهو ما به الشيء هو هو، ليس بالمعنى الصائد والشائع. ما به الشيء هو هو، هنا يمكن أن نستخدم ماهية لله سبحانه وتعالى، ولكن ماهيته ماذا؟ ماذا يجعل الله سبحانه وتعالى ما هو هو؟ وجوده. لذلك الفلاسفة يقولون الحق ماهيته إنيته، إنية يعني وجوده، الحق ماهيته إنيته. فلا تقولوا نحن درسنا الحق ليس له ماهية، واجب وجود ليس له ماهية، نقول هذه الماهية بمعنى ما به الشيء هو هو، تلك الماهية ما يقال في جواب ما هو، يعني أي شيء هو في ذاته بالمقارنة لسائر الأشياء. فالأمر الأول لا ماهية للواجب بالذات بالمعنى الخاص، لأنه ليس له حد في وجوده، هو وجود صرف بحت محض مطلق.
لا يشذ عنه أي كمال. إذا مثلا أنت تشير إلى بلد مثل إيران، العراق، إنجلترا، هذا بلد خاص وله حدود تخصصه عن البلاد الأخرى، ولكن كل العالم، كل الكرة، هل له حدود؟ ليس له حدود. إذا أنت تسأل أين حدود لكل العالم في داخل الأرض، ليس هناك حدود لكل الأرض. نعم له حدود بالنسبة إلى سائر الكرات. الأمر الثاني، واجب الوجود بالذات واجب من جميع الجهات. هذه قاعدة مهمة في الفلسفة. هنا فقط ذكرك جملة، واجب الوجود بالذات واجب من جميع الجهات. ماذا يقصدون؟ يعني لا يمكن أن توجد في الله سبحانه وتعالى حالة منتظرة، يعني لا يوجد فيه قوة تحتاج إلى فعلية. أي شيء يمكن أن يوجد لله يوجد له، إذا لا يوجد يعني ليس شيئا كماليا، هو ليس فاقدا لأي كمال. فأي شيء كان ممكن، يعني أي شيء كان أمرا من الكمال يوجد. الله سبحانه وتعالى لا يتغير، لا يتحول، لا ينقلب. نعم، فما يجب له يوجد، وإذا يوجد له أيضاً يجب كل شيء، يعني واجب. ولأجل هذا يجب أن نفهم حينما نحن نستخدم صفات الأفعال، هذه لا تشير إلى تغيير في ذات الله سبحانه. مثلا الله سبحانه وتعالى يغفر من تاب، وشخص تاب الله غفره وغفرنا له، ماذا يعني؟ يعني هو تغير؟ لا، الله سبحانه وتعالى لا يتغير في ذاته. هذه صفة الفعل، وصفة الفعل تنتزع من علاقة بين الله وبين الطرف الآخر. هذه العلاقة تتغير بتغير أحد الطرفين. العلاقة لا يحتاج إلى تغير الطرفين حتى تتغير. العلاقة تتغير بأمرين، بتغيير الطرفين أو بتغيير طرفين واحد. أنا الآن عندي هنا كتاب، نعم، هذا الكتاب الآن ليس تحت يدي، أنا آتي بيدي على فوق الكتاب، الآن أستطيع أن أقول أصبح الكتاب تحت يدي وأصبحت يدي فوق الكتاب. هذه علاقة جديدة، يدي كانت بعيدة، الآن أقول أصبحت يدي فوق هذا الكتاب. هل تغير الكتاب؟ لا، فقد تغير يدي، ولكن علاقة بين الكتاب ويدي تغيرت، مع أن الكتاب لم يتغير. أنت في داخل الغرفة وكل شيء مغلق، لا يوجد لا توجد نافذة، الشمس لا تشرق عليك، أنت في داخل غرفة مظلمة، الشمس في وسط النهار لا تشرق عليك، تذهب إلى خارج الغرفة وتقول بدأت الشمس تشرق علي، هل تغيرت الشمس؟ أنت تغيرت، ولكن بسبب تغيرك العلاقة بينك وبين الشمس تغيرت. فكل صفات الأفعال هكذا، حينما نقول الله سبحانه وتعالى
رزقني، غفر لي، علمني، أي شيء. في الواقع هو لا يتغير، نحن نتغير، هو دائما كما هو يشرق ويرسل الخيرات. إما نحن نتعرض لهذه الخيرات أو نسد كل الأبواب حتى لا نصل إلى أي شيء، لا نحصل على أي شيء. فهذا أمر ثاني. كل شيء يمكن أن يحصل له موجود، لأنه لا يوجد حالة منتظرة، هو لا يفقد أي كمال، فواجب الوجود بالذات واجب من جميع الجهات. الأمر الثالث هو سرمدي الوجود، يعني أزلي أبدي. سرمد يعني ليس له أول وليس له آخر، يعني ليس مسبوقا بالعدم وليس ملحوقا بالعدم. العدم لا يسبقه ولا يلحقه، هذا معنى سرمد. أزل يعني ليس له بداية، أبد ليس له نهاية، سرمد يعني ليس له بداية ولا نهاية. نعم في بعض الأحيان أزل يستخدم بمعنى سرمد، يعني ليس له بداية ولا نهاية، ولكن عادة أزلي يعني من البداية. بالإنجليزية هكذا إذن eternal قد تكون بمعنى ليس له بداية، وقد تكون بمعنى ليس بداية ولا نهاية. الأمر الرابع الواجب بالذات لا يحتاج إلى العلة، سواء في حدوثه أو في بقائه، لأنه واجب بالذات لا يتأثر من أي شيء في الخارج. العلة ماذا تريد أن تفعل؟ تريد أن تعطيه شيئا؟ هو بنفسه. ويجب أن نفهم الله سبحانه وتعالى لا يعطي نفسه الوجود، واجب الوجود لا يحتاج حتى إلى نفسه، لأنه إذا تقول هو يعطي وجود نفسه هذا يستلزم الدور. لأنه بعض الناس يقولون إذا الله أعطى الوجود كل شيء من أعطاه الوجود؟ نقول ليس أحد يعطيه الوجود، الممكن بحاجة إلى إعطاء الوجود، الواجب أصلا لا يحتاج. يعني مقولة أخرى، لا تقولوا كل شيء له علة، هذا خطأ. لا تقولوا كل موجود له علة، هذا خطأ. فماذا يجب أن نقول؟ كل ممكن له علة، ليس كل شيء وكل موجود، كل ممكن له علة، والواجب ليس ممكن. فهو لا يحتاج إلى العلة حدوثا ولا بقاء، حتى لا يحتاج إلى نفسه، لأنه إذا يحتاج إلى نفسه هذا يعني دور، يعني هو يعطي ما يفقد يفتقد. الأمر الخامس سلسلة المعاليل بالأخير يجب أن تنتهي عند علة العلل. وعلة العلل يعني العلة التي ليست معلولة لشيء فوقها. نعم، نحن عندنا سلسلة طولية في تحت السلسلة معلول ليس بعلة، والفوق علة وليس بمعلول، وفي ما بينهما إلة لشيء ومعلول لشيء آخر، يعني إلة لما دونه ومعلول لما فوقه. صحيح؟ هذه السلسلة في أدنى المراحل معلول وليس بعلة، في الفوق إلة وليس بمعلول، يعني إلة العلال، وفي الوسط
معلول لما فوقه وعلة لما دونها. بعد ذلك ندخل في البحث حول أحكام الإمكان. ربما نتركه للجلسة أخرى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للحصول على معرفة صحيحة وقريبة من الشعور بالنسبة إلى نفسي. والحمد لله رب العالمين. شكرا لسماحة الله.